اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. هنشتغل في فيديو النهاردة شكل جديد لتوزيع العيدية. طريقته سهلة وبسيطة. كل اللي هنحتاجه هنجيب خيط مكرمية مصري، وهجيب اي باقي خيوط عندنا. هستخدم مع خيط المكرمية ابرة مقاس 5، وهستخدم مع الخيط الصوف ابرة مقاس 3. فدلوقتي هنبتدي ونشتغل بالخيط الصوف. نشتغل الدايرة السحرية. بعد ما اشتغلنا الدايرة السحرية هشتغل سلسلة. هشتغل جوه الدايرة السحرية 5 غرزة حشو. 1 2 3 4 5. هقفل الدايرة السحرية، هروح عند اول غرزة حشو اشتغلتها وهقفل فيها بغرزة منزلقة. بعد كده هرتفع سلسلة، ودي ارتفاع للدور مش هعتبرها حاجة. هروح عند اول غرزة حشو اهي وهشتغل فيها 2 حشو كده، 1 كده 2، وهحط الماركر عند اول غرزة حشو اشتغلتها. يبقى الدور ده انا كان عندي 5 غرز حشو في الدور اللي فات. السطر ده همشيه في كل غرزة حشو هشتغل فيها 2 حشو. في نهاية السطر ده هيكون معي 10 غرز حشو. وصلت لنهاية الدور، هشيل الماركر اللي كنت حاطاه عند اول غرزة واقفل فيها بغرزة منزلقة، وهشتغل غرزة سلسلة ارتفاع للدور. هشتغل فوق كل غرزة حشو وهشتغل فوقيها غرزة حشو واحدة. حط ماركر، اشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو، واقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو زي ما احنا متعودين نقفل. وهرتفع كمان 3 سطور ثابتين، ان انا هشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو. هرتفع 3 سطور كمان غير السطر ده وهرجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة وارتفعت كمان 3 سطور ثابتين، بقى معايا 10 غرز حشو. دلوقتي هحشي الجزء ده، هجيب فايبر عشان هبتدي اعمل تناقص. فهشتغل تناقص في كل غرزتين حشو، هجمعهم في غرزة واحدة. بعد ما قفلت بمنزلقة برتفع سلسلة، بروح للغرزتين اللي بعديهم على طول. اول غرزة بدخل فيها وبسحب الخيط، والتانية اللي بعديها بدخل فيها وبسحب الخيط. بعد كده بطلع من 3 حلقات مع بعض كده. دي اول تناقص معايا. هدخل في الغرزة اللي بعديها وهسحب الخيط واسيبه على الابرة، واروح للي بعديها واسحب الخيط واسيبه على الابرة. بعد كده بلف الخيط وبطلع من 3 حلقات مع بعض كده. ده تاني تناقص. انا كان معايا 10 غرز حشو، في نهاية السطر ده هيكون معايا 5 كده 3. كده رابع تناقص. كده ده اخر تناقص هشتغله. بالشكل ده كده. هحشي برضو فايبر كمان. معايا هنا 5 غرز. هشتغل سطرين فوق كل غرزة، هشتغل فوقيها غرزة حشو
وهرجع لكم تاني. واشتغلت بنفس الطريقة سطرين فوق الخمس غرز حشو ثابتين، هرتفع دلوقتي بالخيط شوية، هجيب المقص وهقص الخيط، هجيب إبرة التنظيف هلضمها في الخيط من تحت وهدخل هنا كده أثبت بس الغرزة، وبعد كده هدخل بالإبرة من جوه كده هطلعها من هنا من بداية التناقص اللي كنت بعمله، هلف بالخيط بالشكل ده كده ان انا هعمل زي البالونة زي كده، فبلف الخيط بطلعه من هنا من اللفة بعد ما لفيته، لفها كمان مرة بعد كده بعدي الخيط من جوه ان انا بطلعه من تحت، الشكل ده كده، فبعمل عدد البلالين اللي انا عاوزاه اللي انا هلزقه. دلوقتي هنبتدي نشتغل الحبل، هنجيب خيط هنتنيه نصين بطول 2 متر او ممكن تطوليه عن كده حسب الطول اللي انت عاوزاه، بتنيه نصين وبشتغل عقدة البداية من النص، بمسك طرف خيط على ايدي وبسيب طرف خيط تحت، بجيبه على الابرة وبسحب طرف الخيط، بجيب طرف الخيط اللي انا سايباه تحت على الابرة وبسحب طرف الخيط بالشكل ده كده، بفضل مكملة كده بنفس الطريقة ان انا بجيب طرف الخيط وبسحب الطرف الخيط اللي على الابرة، هفضل ماشية كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل للطول اللي انا عاوزاه للفيونكة اللي انا هحطها على الاطار اللي انا هعمله، هكمل بنفس الطريقة وهرجع لكم تاني. وعملته بالطريقة دي هيكون معايا بالشكل ده كده، وقصقصت الخيط وعملت عقدة من فوق اهو، وعملت الطول ده واشتغلت البلالين دي. دلوقتي هشتغل بخيط المكرمية، هجيب الإبرة مقاس 5، هعمل الدايرة السحرية، هرتفع سلسلة، هشتغل جوه الدايرة 10 غرزة حشو، 1 2 3، هكمل بنفس الطريقة كمان 7 غرز حشو عشان مجموع الغرز يكون معايا 10، وهرجع لكم تاني. اشتغلت بقى مجموع الغرز معايا 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هشد الخيط هقفل الدايرة، هروح عند أول غرزة حشو هشتغل فيها غرزة منزلقة، السطر ده هشتغله تزايد، ارتفع سلسلة، اشتغل في كل 10 غرز حشو، في كل غرزة حشو هشتغل فيها 2 حشو، نهاية السطر ده هيكون معايا 20 غرزة حشو، هشتغل في كل غرزة من الغرز الموجودة 2 حشو وهرجع لكم تاني. وصلت لنهاية الدور وبقى معايا 20 غرزة حشو، هروح عند أول غرزة حشو اشتغلتها هقفل فيها بغرزة منزلقة، هنتقل للسطر التالت وهرتفع غرزة سلسلة، هنشتغل في السطر ده سطر غرزة هشتغل فيها غرزة حشو عادية،
والغرزة اللي بعديها اشتغل فيها تزايد 2 حشو، غرزة بشتغل فيها غرزة حشو واحدة، والغرزة اللي بعديها بشتغل فيها 2 غرزة حشو. يبقى همشي الدور ده بنفس الطريقة، ان انا بشتغل في غرزة بشتغل فيها غرزة حشو، والغرزة اللي بعديها بشتغل فيها 2 حشو. في نهاية السطر ده هيكون معايا 30 غرزة حشو، هكمل للآخر وارجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية السطر الثالث وبقى معايا 30 غرزة حشو. بعد كده اشتغلت سطر عادي فوق كل غرزة حشو، عملت فيها غرزة حشو واحدة برضو. في السطر الرابع بقى معايا 30 غرزة حشو. يبقى انا هنا ابتديت الدايرة السحرية، اشتغلت فيها 10 غرز حشو. بعد كده عملت تزايد بقى معايا 20 غرزة حشو. بعد كده اشتغلت سطر وفيه غرزة حشو واحدة، والغرزة اللي بعديها تزايد بقى معايا 30 غرزة. بعد كده اشتغلت سطر ثابت، اشتغلت فوق كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة. دلوقتي هعمل الإطار اللي هيزين الكوستر ده، فهشتغل سلسلة ودي هعتبرها معايا أول غرزة حشو. هروح للغرزة اللي بعديها على طول وهشتغل فيها 3 حشو، 1 2 3. هروح للغرزة اللي بعديها على طول هشتغل فيها غرزة منزلقة، هروح للغرزة اللي بعديها وهشتغل فيها 3 حشو، 1 2 3. والغرزة اللي بعديها هشتغل فيها منزلقة، همشي الدور ده بنفس الطريقة ان انا بشتغل في غرزة بعمل فيها 3 حشو، والغرزة اللي بعديها بشتغل فيها منزلقة. هكمل لحد ما اوصل لنهاية الدور وارجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية السطر وبقى معايا غرزة اهي هشتغل فيها بغرزة منزلقة، وارتفع سلسلة واقص الخيط، اقصه بالولاعة وهدخل الخيط ده في الشغل من جوه هو الخيطة دي، وهرجع لكم تاني اوريكم هنلزق البلالين ازاي والخيط اللي احنا عملناه. اشتغلت اهو دخلت الخيط الزيادة في الشغل من ورا وحرقته بالولاعة عشان ما يكرش فمش باين معايا، وده يكون الشكل من قدام. فدلوقتي هنبتدي نلزق البلالين اللي احنا عملناها بالشمع. هنجيب مسدس الشمع، طبعا انت بتلزقي بالشكل اللي انت عاوزاه، انا مثلا هلزق هنا كده، هجيب البالونه هنا بالشكل ده كده،
طبعا لو انت حابة تلزقيها بطريقة تانية بتلزقيها. هتدي معايا الشكل ده كده، طبعا الأطراف دي هسيبها. دلوقتي في طرف الخيط اللي أنا كنت عاملاه اللي هو ده اللي أنا اشتغلته، ودخلت طرف اللي هو الحبل اللي أنا عملته أهو، دخلته هنا بالخيط بين غرزتين، سحبته بالإبرة بين غرزتين. دلوقتي هوريكم هنحط الفلوس ازاي. فبنجيب الفلوس بنعملها بالشكل ده كده، بنحطها هنا بين الفتلتين وبنربط عليها. بعد كده بنشتغل في يونكة. بعد ما ربطنا عليها اهو، اشتغلت عليها في يونكة بالشكل ده كده. دي كانت الفكرة بتاعتنا في الفيديو بتاع النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة.